عراقي شنو؟ والغيرة؟ هذا مو صوت مال رجال تريد تقاتل بعدك شوية. العراقي شنو؟ العراقي شنو؟ بهذه الكلمات والحماس كان هذا الضابط يرفع معنويات مقاتليه بعد أكبر انتكاسة تعرض لها الجيش العراقي عام 2014. ومثل الشهيد المقدم علي النداوي، آلاف من ضباط وجنود الجيش العراقي ضحوا بأرواحهم في سوح الوغى ليبقى هذا الجيش صامدا حتى هذا اليوم الذي يصادف فيه مرور قرن كامل على تأسيس الجيش العراقي. نبارك للجيش العراقي الباسل الذكرى المئوية لتأسيس هذا الجيش، ونتمنى ونرجو أن يكون الجيش العراقي هو سور للوطن. على مر الزمان خاض هذا الجيش الحروب والمعارك، حتى كانت آخرها معركة الموصل التي قدم فيها رجاله أروع مشاهد البطولة والتضحيات، لتبقى حتى اليوم خالدة في ذاكرة أبناء هذه المدينة التي لم يمضي أيام على احتفالها بذكرى النصر. طبعا نبارك جيش الباسل، الجيش الذي قدم تضحياته لهذا الوطن، لعادة هذه المدينة العريقة، الذي قدم شهداء، مئات الشهداء، لازم نقف له وقفة جادة مع الجيش العراقي الباسل الذي ضحى كثيرا من أجل الشعب ومن أجل إيصال كلمة الحق، فكان له صوت الأبرز في محاربة على داعش وتحرير الأراضي. مئة عام من التضحيات والبطولات والاستبسال، مئة عام كان ختامها معركة الموصل التي لم يخض جيش مثيلها في التاريخ الحديث، لكن ليوث العراق جادوا بأرواحهم فيها وكتبوا تاريخهم المشرف برصاص البنادق وهدير المدافع بدلا من الأقلام. أهني الجيش العراقي البطل الباسل 6 كانون الثاني، أهني على هاي البطولات اللي أشرقت بقية الموصل فيها وضحوا من أجلها، والله يبارك فيهم، وإن شاء الله إن شاء الله الله ينطيهم الصحة والعافية ويرحم الشهداء ويرحم ويشافي الجرحى ويشافي المرضى، اللهم آمين. جاء حبيبنا محمد، واللهم ربي إن شاء الله هم يظلون دون فخر لنا. وها هو اليوم يستعيد الجيش العراقي عافيته بعد أكبر انتكاسة تعرض لها في حزيران عام 2014، وعاد بقوة ليثبت أنه السور لهذا الوطن كما يسمى. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.